السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تسمعني يا شيخ؟ أسمعك، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال لو تعطيني وقت يا شيخ. بارك الله فيك. تفضل وأجزك. السؤال، بارك الله فيك، سؤالي يخص الطلاق يا شيخ. طلاق بغضب، يعني من نطق الطلاق على زوجته ولكن قالها في غضب وتلقائيا، يعني خرج الكلام، شتم فشتمته فخرج الكلام بشكل تلقائي، يعني دون أن يفكر، خرج الكلام بشكل تلقائي. ممكن تحكي الواقع؟ ممكن تحكي الواقع؟ كنت يعني أقول لها أسكتي، فشتمت فردت علي الشتيمة، فأنا يعني أول ما نطقت الكلام رديت عليها، يعني رديت يعني الكلام أنا يعني بتلقائية. أنت طالق بتلقائية، وهي صرخت وأنا سكت، يعني سكت يعني بشكل تلقائي، كما يعني أعطيك مثال يا شيخ، كشيء مثلا، يعني مثال، يعني كمثلا يقع على رجلك مثلا، ف يعني عفوا تشتم بلا قصد، او يعني تخرج الكلام منك تلقائي، يعني انت تدري انك شتمت ولكن خرج من شدة الالم، يعني الشتم الذي او الشيء الذي تفوهت به، يعني شيء مقارب، خرجت يعني بتلقائية الكلمة. هي بتلقائية وفي هدوء. أنت طالق إذا كنت مالك أعصابك طلاق واقع. إذا كنت لا، كنت غاضب أنا طبعا يا شيخ، أنا طبعا كنت غاضب، أنا كنت غاضب وخرج الكلام، يعني هي ما أكملت، يعني قالت كذا، قلت أنا على طول قلت، يعني ما 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 فكرت ربع ثانية، على طول هي قالت أنا قلت بهذه الصورة. يعني يا شيخ اسمح لي كذا أقول لك شيء. افترض أن أنك واقف الآن، أنت الآن واقف، جاءت زوجتك من الخلف ولطمتك على قفاك لطمة، قلت أنت طالق، بلا نية ولا روية، ولا أظن أن هذه المباغتة لا يقع معها الطلاق، والله أعلم.